أشياء أتمنى لو أن كلية التمريض علمتني إياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وبحييكم في قناة مذكرة ممرض، نحكي فيها عن التمريض مهنة العظماء. فإذا عجبك العنوان اللي جبنا سيرته قبل شوي، البس جلوفز، البس الماسك، هاند واشينج، والحقنا خلينا نسولف. أغلبية طلاب التمريض وخريجين كلية التمريض بيقولوا إنه كلية التمريض من أصعب الكليات بالجامعة، وحتى إنه بعضهم بيقولوا إنه بعض المواد اللي فيها زيادة ولازم تنشال من المنهاج. لكن هل تعلم إنه في مواد لازم حطوها بالمنهاج وهم مش حاطينها؟ على سبيل المثال، ليش ما علمونا بالجامعة فحوصات المختبر وصور الأشعة؟ راح تقول لي ما احنا واحنا نتدرب تدريب عملي كل اسبوع او كل شهر كنا ناخذ كير بلان لمريض ونقرا فحوصات ونعرف ايش النورمال والابنورمال ونذكر هذا الكلام في الكير بلان تبعنا. لا، ليش ما كانت ماده منفصله لحالها اسمها فحوصات المختبر او صور الاشعه؟ ليش ما اشوف صوره الاشعه خصوصا الرنين او السيتي سكان اعرف انه الابيض يعني هواء ولا الابيض يعني سوائل ولا الابيض يعني عظم، ايش هذا اللي بالصوره، بدون ما ارجع لحدا؟ على الاقل لو كان المريض وضعه خطير ما اقعد استنى لما الاخصائي يوصل او اخصائي الاشعه يكتب تقريره. انا بصراحه مقهور من الالتراساوند، نفسي افهم كيف بيكتبوا التقرير لها، ما بفهمش منها اشي. ليش ما تمت تقويتنا باللغه الانجليزيه في الجامعه؟ راح تقول لي كان في عندنا مواد انجليزي 99 و101 و102. لا، انا قصدي انه المفروض اطلع من الجامعه جاهز انه لو بدي اكمل ماجستير مثلا معي شهاده لغه انجليزيه، ما فيش داعي اروح على مركز واخذ دورات واقدم امتحانات. ليش ما قدمنا ايلتس او توفل او شيء بالجامعه وبشرط مثلا اقل شيء 7.5 او 8 من 9، بحيث بعديها لو حبيت تشتغل في بلد أجنبي، لو حبيت تشارك في مؤتمر برا، لو حبيت تكبل دكتوراه، معك لغة ومعك شهادة تثبت إنك متقن اللغة. قبل ما ندخل الجامعة كنا دائما متضايقين من شغلة إنه ليش البني آدم اللي ما بينفع بواب بروح بيشتغل طب في بعض الأحيان طبعا، ليش الإنسان اللي بينفع مهندس بروح بدرس محاماة، ليش اللي نفسه في المحاماة ما بلاقي مقعد إلا في كلية العلوم قسم أحياء مثلا. كنا نقول لازم يكون في زي مكتب او جهه معينه بتقعد مع كل طالب خلص الثانويه العامه وبتفهمه انت بتنفع اما 1 او 2 او 3، انت بتنفع ممرض او فن مختبر او صيدلاني مثلا، انت بتنفع مدرس لغه انجليزيه او مترجم من انجليزي لعربي. فلازم الواحد يكون تخصصه حسب ميوله وقدراته والاشياء اللي هو مبدع فيها. ليش ما يكون في الجامعه اشي زي هيك قبل ما تتخرج بكم يوم بفهموك الدنيا كيف ماشيه؟ يعني ليش ما يفهموني قبل ما اتخرج بشوي انه مثلا لو بدك تهاجر لامريكا اعمل 1 2 3 4، لو بدك تهاجر الى بريطانيا اعمل 1 2 3 4، لو بدك تكمل ماجستير برا التخصص الفلاني موجود في البلد الفلانية والتخصص الفلاني موجود في الجامعة الفلانية. صار عمري 40 سنة وبعدين عرفت انه هجرة امريكا مش معجزة ولا اشي صعب زي ما الناس بتفكر. يعرفونا البلاد الثانية كيف وضع التمريض، كيف مستوى الرواتب، كيف المعيشة عندهم، كيف الضرائب، كيف كل شيء. ليش ما علمتونا قبل ما نتخرج قانون المسائل الطبية على الأقل الموجود في بلدنا، إنه شو هي الأخطاء اللي لو عملتها بنحبس، شو الأخطاء اللي لو عملتها تنسحب مني رخصة مزاولة المهنة، شو الأخطاء اللي لو عملتها ما بصيرش علي أي إجراء ولا بتتوجه لي أي تهمة؟ ليش ما علمتونا قبل ما نتخرج ايش هي الفرص المتاحة وشو اسماء المستشفيات اللي طالبة ممرضين وايش اكثر الاقسام واكثر الحقول اللي محتاجة لتمريض؟ ليش ما شرحتولنا شو بقدر اعمل بالشهادة تبعي؟ كل الممرضين بتخرجوا من الجامعة بصيروا يلفوا على المستشفيات بدهم شغل. حدا قال لك انك بتقدر تشتغل في مدرسة سكول نيرس؟ حدا قال لك انك بتقدر تشتغل في شركة ادوية؟ ما حدا قال لك. حدا قال لك انك بتقدر تشتغل هوم نيرس في البيوت؟ حدا قال لك انك بتقدر تكمل ماجستير ودكتوراه وترجع تدرس في نفس الجامعة؟ انا بعرف انه الاشياء هاي انشرحت لكن ليش ما تكون بالتفصيل الدقيق؟ حدا قال لك ايش هي تخصصات الماجستير والدكتوراه للتمريض المتواجدة في بلدك بس على الاقل؟ مدام انا درست التمريض وتخصصت فيه ليش ما قدرتوا تكتشفوا ميولي من قبل ما اتخرج؟ يعني انا قبل ما اتخرج
ليش ما قلتوا لي انت ما بتنفع الا ممرض في غسيل الكلى؟ درست 4 سنين تمريض، اعطوني سنه خامسه بس غسيل كلى او بس عمليات او قسطره او اطفال او شو ما كان يكون. التخصص حلو برضه، ليش ما قلتوا لي تخرج من هون على الاي سي يو على طول، او تخرج من هون على القسطره على طول او تنظير على طول، وضلك في هذا التخصص طول العمر؟ انا بالنسبه لي اعرف كل شيء عن شغله واحده احسن من اني اعرف شغله واحده عن كل شيء. فانا بحب الانسان اللي بضل بنفس القسم طول حياته. ليش ما علمتوني ايش الاشياء اللي بتساعدني في اني الاقي فرصه عمل؟ مثلا امتحان اللغه ضروري لاي بلد برا، رخصه السواقه مهمه، لو اخذ دوره اي سي دي ال او دوره بيستعمل الانترنت او دوره مايكروسوفت وورد اكسل اي شيء برضه بنفعني. ليش ما علمتوني كيف اعمل سي في؟ انا بعرف ناس مع احترامي عمره 30 35 سنه واكثر من هيك وما بعرف يعمل سي في. ليش ما تعطوني محاضره ساعه زمن كيف بتنعمل السي في وكيف تترتب بطريقه معينه بحيث تعجب المستشفى واداره المستشفى وبتخليهم يوافقوا انهم يعينوني؟ ليش ما دربتوني كيف ادخل على مقابله العمل وكيف احكي وكيف ارد على الاسئله وكيف اهرب من الخدع تبعتهم، كيف اجاوب على الاسئله التافهه اللي زي شايف نفسك وين بعد 5 سنين؟ صار الواحد يتخرج من الجامعه يقعد في المقابله زي الاهبل، مش عارف عن ايش بيحكوا ولا عارف شو قصدهم، وبعد 70 مقابله يلاقي شغل، مع انه كل هذا الحكي ممكن انك تتجنبه بمحاضره ساعه. ليش ما علمتونا كيف الواحد يفتح مشروعه الخاص ويعمل له دراسه جدوى ويعرف راح ينفع ولا لا قبل ما يفتحه؟ ليش ما علمتونا كيف نديره ونربح منه؟ انا زهقت من التمريض بدي افتح محل ابيع فيه بريل للدكاتره، حر انا. انا زهقت من المستشفيات بدي افتح مكتب تمريض منزلي. ترى التمريض فيه فرص كبيره جدا متنوعه جدا للشغل الخاص، ممكن اعمل شركه ابيع اجهزه طبيه، ممكن افتح مستودع ادويه، ممكن افتح صيدليه. ليش ما علمتونا نربح من الانترنت؟ تقريبا كل المشاريع اللي قلت لك عنها قبل شوي ممكن ابيعها على الانترنت بدون ما اجيب ترخيص، بدون ما ادفع ضرائب، بدون ما افتح محل، بدون ما ادفع ايجار محل، بدون ما ادفع ايجار شغيله. كل هذا ممكن على الانترنت وبشحن لك لبلدك مطرح ما. ليش ما علمتونا هذا الكلام؟ في النهاية بحب أقول لك إنه هذا يعني مش انتقاد أو مش أنا مش زعلان من كلية التمريض، لكن في حاجات كثيرة طرأت كثير على الساحة وفي أمور جدت على المهنة وعلى كل المهن اللي في الدنيا، فلازم إحنا نكون مواكبين التطور. مش معنى إنه الشيء الفلاني أو المادة الفلانية ما بدرسوها في أمريكا بريطانيا إنه ما بتنفع عنا، بالعكس إحنا بنقدر نسبقهم بشغلات كثير. لعلمك نص الأشياء اللي أنا جبت سيرتها هسا بدرسوها للأطفال 8 أو 10 أو 12 سنة بكون عارف يعمل مشروع ويعمل له دراسة جدوى ويعرف بالضبط قديش رح يربح منه. فإحنا نطمح إلى التحسين وليس الانتقاد. إن شاء الله هذا الفيديو يوصل لإنسان صاحب قرار في جامعة من الجامعات ويطبقه من هون ليومها. الله يعطينا ويعطيكم طول العمر. السلام عليكم.